لان انا ايه ده ايه ده ايه اللي بتعمله ده؟ احنا في الشركه. ماله وانا صاحب الشركه؟ تحب امشي يوم اديهم نص يوم؟ انت اخلاقك باظت خالص. استنى بقى عشان انا لازم اروح اعمل حاجات كتير قوي. بس بص انا حاسس ان انا النهارده اول مره اشوف ست على ست. انا بحب عينيك قوي، عارف ليه؟ ليه؟ عشان اول حاجه شافتني رغم اللي انت كنت فيه. لا يا علي، اول حاجه شافتك قلبي. بحبك. انا بحبك، بحبك قوي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا بابا. شكرا. الله يبارك فيك يا علي. الله يبارك فيك يا حبيبي. مبروك يا حبيبتي. شكرا، ربنا يخليك. انت واخده اغلى حاجه في عمري يا حبيبتي. هي خالتي فتحيه فين؟ زمانها جايه، ما تقلقيش. بس انا عايزاكي تفرحي وتتبسطي وتحكي بقى، ده يوم فرحك. خلي بالك منها والنبي، ده انا بموت فيها. بس حبيبي مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. خلينا نغير الست شويه بقى. يلا سلام. بسرعه شكلي مش مبسوط. لا مبسوط، بس قلبي واجعني على البت تميم. اه تميم،
عندك حق والله. تحب نمشي؟ ابو علي عايز ايه بالظبط؟ انت هتجنني معاك يا صبري. انا عايزهم كلهم حواليا، مش عايزه حتى فيهم يسيبني. ربنا يخليك لينا. بصي احنا هنستنى 10 دقايق لحد ما ابويا يطلع يسلم عليها واخدكم ونمشي. ماشي. ده بص بقول لك ايه؟ جبت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ خاتم انما ايه؟ يا رب يعجبها. على فكره زوجك يا جنى على كده بقى عجبك؟ اكيد عجبه. انا اشتريته ليه؟ طيب اديني ايدك. اديني ايدك وبصي لي دلوقتي. سلمى تقبلي تتجوزي؟ على فكره انا كنت عارفه انك هتعمل كده، عشان كده جبت لك الخاتم. اه يا باشا، امال ايه؟ حليفه واحده ثانيه. ماشي ايه بس زين في الناس. Say yeah.